وينك البارح في الليل ما تكونكتي؟ مانيش كونكتي خاطر ما خطرليش، وكانك على وين في الدا يا اخي. شبيك فايده ولا دا كيفي يا اخي؟ فما حاجه؟ وشنو كسرتي ما بتتو الصباح؟ لا تهتم بمن لا يسال عنك وغادر بصمت وكالفازات. اي شنو ما فهمتش يعني السؤال؟ اسمعني حلومه، انا راهو فماش حاجه تطير لي كيفي قد بدايه تنشر صابونه على الفيسبوك. كروي قدام ما نحبوش. ابو وعلى اساس انا يهمني برشا شنو يطير لك كيفك وشنو اللي لا. وثاني حاجه يا اخي مازال فيها ثاني؟ هيا كي ولا الكريم هكا هيا نست. ما نصدقش نحلم اما بين صحابو حسب روحو ما يعرفكش ومن باغر عليك يبعث لك مساج وسي من بنوي اللي كتبو. كي نهار اللي هديلك كادو طلع غاد في نهار عيد ميلادك، ولا عاد اختار اكثر الوان انتي تكرهها. والله اعلم عاد قصدها الحكايه ولا لا، كيف الحاجين خايبه ياسر. اما خلني عادك نهار المولد عاد انا نعرف لي فيونسي يبداو يجيبو يكركرو والكلام المعسول والدنيا وهما هكا هكا وين نحطك يطبق الورد وهو مد وجهه الكلام والسلام وخلي عادك يتكلم. كي قالها راني ما ناكلش العصيده، تي ما خسرش هالصحفه، تي ان شاء الله حتى يصبها على راسه. وما غير ما نفكرك عاد قداش من مره استنيتو في القهاوي وهو سيسيتو نسي الرونديفو، وقداش من مره ما هزش عليك التليفون. وخلي وسكت على امه حملتك بالسيف. وخلي عاده اكل مسفاره لوستك يناس واختها الاخرى الخشم في السماء ومش معبرتك جمله درجت صخايب روحها. نجم تجاوبنا مان علاش متحمله هذا كل انت يا حلومه؟ يا حلومه حلومه هيج عايش بنتي باش تتعشاي؟ ما عاد عيني بعشي. الو وي صافي. وي حلومه سافا؟ صافي ادخل ديريكت في الموضوع بربي. عليه يا اخي راقده جيب ربي قلت لك ادخل في الموضوع. بيهي بيهي اسمعني، غدوه نتقابلوا نمشيو مع بعضنا للسونتر. انا سونتر وين يا بنتي وكيفاه؟ واه يا بنتي السونتر اللي باش نصوروا فيه العرايس، جاب ربي ايناس بحكي من نفختنا بهروسنا وانت ناسيه جمله. اوه عليا صرا غدوه هو نسيت جمله انا. يا ربي تعرف حالتي النفسيه تعبه والله مش متعب تشوف عرايس بالكل. تبدا الحكاية كيف كل حكاية خمسة ومراية وحنة في ايديها تكبر البنية وتصير سبية ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكري يا طفلة ايام بنادم كل حفلة حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. تكبر الحكاية كيف كل حكاية خطوة واثنية لازم تمشيها وتقرأ وتتمنى تقربها الحنة العصفور الجنة اللي هنيها. قالوا ناس بكري يا بنية في بنادم شمعة مضوية شمعة تذوب شوية شوية وما يحسش بيها. اللطف يا صاحب اللطف، الدنيا كيف سخنة فرد ضربة، أنا وجه عيني لخدات تغميضة البارح، وأنا ليلة كاملة نتقل، يا لطيف اللطف. نيمتي انتي ما كرقدت في القايلة،
سي نورمال باش يتشع عليك النوم في الليل. اي حق على ذكر النوم يا جماعه، تعرف البارح يا جميله صارت لي صفه غريبه ما نحكيلكش. انا هكا في خطايه النوم ونسمع في صوت يعارك ويتحلف وهيج ومايج اللي قمت من النوم بالعمل. واه يا لطيف. والله كيما نحكي لكم، انا من الاول هكا تفجعت، لفتت الجميله مرتي لقاك العاده راقده تشخر وموره واضحه شاده الريتم وجو احلى جو. هزيت روحي ومشيت البيت عايشوش، نلقاها اليدين تسبح والعينين مغمضه سبحانك يا رب. قلت هذه ما تكون كملتي حلومه. عاد مشيت نجري للبيت نلقاها كيف العاده المخده فوق الوجه، وجهها ما في شيره والساقين في شيره ولا حاجه ماشيه مع اخرى. اوه قتلتنا يا هادي، هيش طلع ومازلت تسمع في الصوت كي انت تفركس؟ لا لا لا، وقتها ما عاد نسمع في شيء. اما لا لازم تحلم. ايه فايق يا عشوشه، والله مثبت من روحي، عجبكش زاد تو. عاد انا فتك بالحديث، كي رجعت الفرشي قلت خل نقعد دقيقتين من زمان نتصنف. انا كيك ونسمع في، والله يا ما نوريك، والله يا ما نكور بيك، وسم هاري شويه فيك، ويا لما نطفيك ونجافيك، وبرشا برشا كلام في نفس السياق. شعر على حاله مش لعب. يا لطيف اللطف يا هيجي لحمي شوك. تي بالك حلومة نسيت التلفزة بتاع تليفونها محلولة وتتفرج عليك الخرم عندها. ما بعدتش يا سلام يا عشوش، ديمك تبدا فم حكاية غريبة في الدار، تمشي وحدك وحدك البيت حلومة. عاد فتك بالحديث، يثبت انا من الصوت نلقاه باقي جاي من بيت حلومة، وليت رجعت نجري نلقى حلومة كيف العادة مطيشة، اما الصوت المرة هذه موجود. عاد انا بديت نقرب بديت نقرب، يخي نلقاه جاي من تحت راسها، وهي فما كارثة ما تجيش من تحت راسها. بعد ما سجلت صوتي وفرغت قلبي حطيت التليفون تحت راسي وخليته يتعاود ليلة كاملة. امبوسيبل، بربي زيد فهمني، معناها سجلت روحك كاينك تسب فيه وتفش في غيظك وقعدت تسمع في صوتك لينهزك النوم عليه. ويا سمر كي تتصدق ساعات انا عملتها كيكه، خاطر قالك في علم النفس اللاوعي متاعك يطبق اللي يسمعه وما غير ما يخمم، اما لازم يسمع الحاجه برشا مرات. عاد انا مش نجم ننسيه ونقوي قلبي، سجل صوتي وانا نقول يلا ما نطفيك يلا ما نكور بيك اتا وتشوف، باش مخي يسمع الكلام ما دام انا راقده. فهمت توا يا ناري على صاحبتي؟ وشنو اصبحت بالله نسيتو؟ عطيني الريزولتا. اوموا تليفوني نلقاه مسكر وعيني مسكرين خاطر بكيت برشا البارح، وشهيتي محلولة ومخي يخدم فوت القيمة. باش تحرق يا سمر باش تحرق. اوه يا بابا. ما يا اخي خلي لتوا مقامة ولا ما نعرف. انا قلت النبيلة بكري برا قوم وقت مسكر بيته بالمفتاح وقالها ما يجيني حد، هاني تنصد شوية ونطلع له. اوه تياوك شكشو خارج على الصباح هذا، وانا حشي بيه في قضية ملا زهر. تعرفش بيه سيرينا ما مديتش وذينا مرميت شعوينا، ماني نعرفك عاد. يا بنتي عنده نهارين اللطف بليس فوق كتافو، اللي يمسو يسمع حسو، يكش وينشو حالته حليلة. حتى جيت باش نسألو على كادو اللي خذي لك حلومة ولا سميها ربي، سكر الباب في وجهي قال لي ايا ما تندمنيش اللي قتلك شيري. وقتي ذي انت شيت الكادو الحلومة ولا هو؟ انا اخذيته له باش هو يعطيه لها زعما زعما اللي هو خذاه له. شيت خلبيزة يا ذي، انا ما فهمتش اللي قاعد معاها ليه نديعه لا تصلح بيه هكا. بنت الناس يوعدها واسمعي اللي ما سمعتش، وخطبة ودنيا محروبة وبعد يقولها ما ساعدنيش، كيفاش يجي هذا ترى؟ فهموه لي. شنو المشكل ماما؟ ما فيتش الدنيا من فوم البير ولا من قاع. وخيتي دابا راسو كانك عليا، انا مش عجبتني الحكاية من الاول. توينه نتصرف. برص امك فيش باش تتصرف يا اخي بعقلك ولا بليش؟ كي باش تبعد انت حلوم على خليليش باش تربح؟ والله راهي باش تجي في راسك. كيفاه اللي تراه فهمني يا خويا؟ انا الطفله ما عادش نحبها، لا مرت خويا لا نحب الراحه قدامي. ايوه ما تحبهاش تولي مرت خوك، اما باهي كي تولي مرت صاحبك القديم. والله مازال تعاود فيها الحكاية. أختك ندو أختك دالي يغزل حلومة ميسان فابا مانا. شبيه حلومة شنية عاملين تريح تقطيع وتريش هوني؟ تريح ماش وعاملينه ليه؟ تكون نحكيو على الميسيون، قلنا اليوم أول نهار إن شاء الله تقدروح حلومة. بونجور ساعة.
نعرف تكلم بحلفة بونجور. بونجور دالي، تفضل اقعد اقعد، انا ماشي ديجا. لا لا اقعد على روحك ديجا، مانيش باش نبتره. اسمعني نادرة بالله، باش نسالك على حاجة قبل نقرا في ارتيكل على براش، وانت عاد ما جوك الحكاية الزومة والدنيا وكل شيء، حبيت نعرف اسكو برج السرطان اللي هو انا عافينا وعافيكم الله بيان سور، إيه اسكو قالوا هما يتفاهم برشا مع برج العذراء، ماش اسكو الحكاية صحيحة ولا؟ اي صحيح، وانت من وقتي تغرمت بيهم؟ انت لا بيان سور ما نتبعش الحكاية الزومة، انا جوست حكيت الحكاية جاتك هيك كومباريزا، فهمت؟ اما بصراحة جات في بالي حكاية، عاد قلت انا كي باش نعمل ريلاسيون ولي نشوف طفل من برج العذراء وكاو، شنو رايك انت؟ ابا با 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 تبارك الله عفسكي، كيف جات البالك بربي؟ اي علاش لي انت عاد تبارك الله معارفك بالبرشا، وزيد كندور في حواليك بس باش تلقى وحيدة من برج العذراء. ايوي سي تون بون ايدي، حتى انا ذاك اش قلت. وترني الهم هذا، الله ينغص عليه كيما نغص عليا، شفتوا ما كيفاش يتجبد عليا؟ تختك منه بربي، ظهري سيف البلاد نتاعو عليك، تيا يقوم نعملو قهيوة ونبدلو بها الجو. معني في قهوة نحس في الدم طلع لي راسي. امشي ما نهبطو لها وحيك دوكتيل من عند عمك جيجي، تيا عادة قوم يزي بلا بخل. قالوا برج العذراء يعطيه والله، خليني ساكتة. خليل يا اخي ماكش ماشي تخدم اليوم؟ لا 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 مانيش ماشي اليوم. وما زيدش تسالني، راسي خلقي باش يترشق، ما زيدش تكمل على ما بيا. مش لازم. ها سالي. فادي اهلا بيك صاحبي. تي وينك يا ولدي؟ يا اخي لما نلوج عليك في جوجل باش نلقاوك، لا تهز على تليفونات لا تجي القهاوي، من السهره يا رانا مارينكش صاحبي. اي فادت ما عندي خلق كل شيء، حتى اليوم مشيتش للخدمه، مانيش في صحني. حوالك ما تعجبش انت. هذه حكايه مبربشتك ولازمنا نحكيو فيها برامو. يحكي يا ولدي تتكلم ولا تحب نعملو قهوه ولا نقول لك استنى اني جاي كان وكها؟ يا ربي ان شاء الله نلقى تاكسي غريبه، كي تبدا ما حشتكش بيهم تلقاهم في وجهك واحده ورا واحده، وكي تجيبش تاخوهم يذوب. بسم الله. اي هاي واحده ان شاء الله يقفل يا ربي. تاكسي تاكسي. يا شو كيف فيها سليت وتعدى كسره ان شاء الله، كان كبر الراس ظهر صانع، كان جاي مولاها راه قفلي. كيما يقول بابا، الشباب يا شادين الحيوت يا شادين بلاي صغيرها، وخدمه ربي يجيبها. هاي واحده واقفه زعما باش يهبط. يا والله هبط. تاكسي تاكسي. حسيمة امان خويا تنجم تركبني؟ وين ماشي انتي الساعة؟ قولي وين ماشي؟ دقيقة داخلة تدز في الباب وداخلة واحدة هو حمام. امان خويا ماشي للنصر. امان سيلتبلي يا بنتي، لا سيلتبلي لا سيلتفلي يا بنتي، انا برج ولاية ما نمشيش والدنيا مبلعة، وانا ما عينيش بصراحة، وبش مشي نعمل قهوة طاوة وبش مشي نروح. هاي باي باي سلام. الله مشو معليك القضية يا ربي يا ربي، ما عادش بكري عليا يا ربي. Je veux des enfants tout de suite, je veux un mariage. Ah ça fait. Tu وينك حلومة؟ ما عادش بكري راهو. تي هاني ويحنا بربي في التاكسي ما لقيتش بالكل راهو. صبر يا يزرب روحك انا نستنى فيك. كيف بربي نزرب روحي؟ كونش يجيك على سقية، سينو هاني خيط في الشارع، فمش ما نطيح بالتاكسي والدحلة. اي اي باهي باهي، تو تلقى تو تلقى، هيا توت اتوت. نلقى اي نلقى ظاهر. يا جميلة يا جمولة يا جميلة، مرتي وينك؟ بالله وين تحب تلقاني؟ في الحجامة؟ هيا طلع يا جمولة، شنو جبت لك؟ يا هادي تفكرت وين؟ قلت بزرة ونسيه كالعادة. كيفاش ننسيه؟ ياني من اللي قال باش نجيبه منه غدوة فرشك ولا تعديت له فلاش؟ فرشك؟ عشنو تحكي انت؟ وشنو ما هذا؟ كراب يا جمولتي كراب، هاي الكعبة. شو 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 كل منظر، شو كل منظر ما شبو. شو كل كعبة تقربع في قختها. الجو الفرويد مير يا حبيبي. عليا انا تعرفني الحيوانات البحرية كما تقول حلومة ما نحبهمش، اي هز عليا وتصرف فيهم وحدك. شو كل كليب اللي عنده يا حبيبي. وانا قلت هادي جايب لي بوكي ورد. بوكي ورد عليا ان شاء الله خير، انا والمشين يا خي نحنا عالشكم شنطلو زاد عليه
ما نهزو بوكي ورد كان كي يبدأ عنا مريض ولا مناسبة. بالله مالا كان مش باش نطلو على حد. شاري بوكي ورد الواه هكاك نضرب بوكي ورد بك الحسبة باش نمشي نحشيه فك الفاز في الاخر ونقعد نتفرج فيه هكا با شي يا ولدي زايد ما تفكرتش فيه اول عمرك باش تفكروا في اخر سيي وصلتني لاخر عمري قضيت عليا واش باش تفكر بالله ما فهمت شي راني بر 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 ما تخليش تقصد عيد زواجنا لنهار تفكرت ولنهار جيت وحدك هكا وقلتي جمولتي الليلة من غير ما طيب العشاء راه باش نهزنا عشيك البرة بمناسبة عيد زواجنا يانا يا سيدي عمري ما تفكرتو علاش السنة بالذات تحبني نتفكر يما وكل العوام اللي تعدل زيدنا راه مادام جمولتي بحذايا ايامي كلها عيد اسمع يا هادي انا نحس الدم طلع لي راسي اي هز علي اللي جبته خليني رايز اي والدنيا اللي جبتها انا هذه شكون مش طيبالي تصرف نتصرف وتحبني نحتفل بعيد زواجنا باش مش نحتفل بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي سامع ندخل من النهجة نلقى شي تاكسي تطلفة غاديكا موصلك ليون اوه هاو مقبرة اسم الله هوني لقد تسيسير ولا تيري تير ضحكة دمعة سيل مازا 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 طيل اوه قطوس اوه قطوس اوه اكيكا تحقري فيا متعدية للسليم لاربعينك في اللي تعمل فيه اوه ترنصبرو انا ما نتجافش اسمع اسمع عندك وقت في تليفونك ليه مع ليلي مع مش بتوش زيد زيد شوف روحك مليح زيد ولوج بالقدي ولا تحب تجي نلوج انا في بلاستك بمعرفتي يا تحفون ها بيش تحب تليفون هاو تليفون اما انا ما بربي خليني نمشي صحيت هاتك التليفون توا وخليك عاقله باش تروح سلامات رد بالك تسيح ولا تعمل هكا ولا هكا وعدنا في النهجره ولا هنا هاي تو امشي طول 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 وما تتلفتش وراك ها سلم على داركم زاد تي ديجا انت كنت نجم العركه هذه تتسبل وتجبد روحك عادي جدا يعني تحب الرسمي انا عركتها اخذت بالحق تغششت عليها وزيد متغش على روحي وما نحبش نقص معاك تي انت هاك مره تقول انا حاجتي به ومره تقول مانيش حاس بها في حياتي هالطفل تي انت بيدك هاك ماكش فيها مراحك برجولي الطفله هذه تحبها ولا لا سهله يعني الحكايه ما تخليش روحك بين البينين وتزيد تعقد الامور هي حاجتي بها ما نعرفش مانيش ماكش مقتنع بها يعني ويمكن مقتنع راه ولا يمكن خاطر حلومه مش من نوعيه الطفله اللي مسنس بها ومش طفله اللي تمنعيني اما ايش خليت يا صاحبي واش لزك مال المشكله اللي مانيش منجم نسيبها تي لا يا ولدي حكايه فارغه هذه خاطرك انت حنين وكهاوني بليس نيمو دونك عفص على قلبك وسيب الطفله دو توت فاسون في مصلحتها هي راه شوف كي نخمم هكا نقى روحي شيء ما نحبش نسيبها مش خاطر مسخفتني ولا اما حلومه نحس براحه كبيره كي نبدا معاها بنيه دافيه ومخها نظيف يمكن ما خلت ليش فرصه انه نحبها وتحبني يعني ما خرجناش ما قربناش لبعضنا بعكس كل ما تزيد تقرب مني انا بلبسها يمالا يا خوي زبلة تخمم زي كي انتي حاجتك بها وما تحبش تسيبها اكسبها وما هي ظهر فارغ تتلك حلفة قد ما عملت فيها وصابرة اما مصيرها تكيكس عليك ويا خوفي بعد ما تكبسك تقلب عليك الطرح عاد لا 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 انا من ناحية هذي مطمئن اللي حلوها ما تقيسيش معايا ولو كانت رش يصير تتغشش تهز خشمها نهار وبعد بكلمة ترجع يا ولدي قلبها عسل اما هو باش نبدل من روحي ونتلاقي بها باش نزيد نتهنى عليها اكثر ايش هبني نقول لك هو يظهر جديد كونتور 100% فهمني ولي اما انا ما كتعرفني اخوك ما نقوش حاجة ما نعرفش اصلا وفاصلة منين ورس لعنينا يا عمو هاند لقيت طايح تجيبك ما تفهمش ينزب لطول تنسان يا مصدق نقوم من دقدقك يبانيك شي عديد يدك في ساك وجبدته مش بالعاني يودي صلي عني بيش نوته شكون يعرف ما كدي خفيف انت وتحط كل مرة تحطها في ساك تغلط في سيكان العبيد تي من وقتين ندور بساك شنوته عمو هاند هيت هيت تنصرف واحد يبدا صاحبي هكاك خلي عندي وانا تو نتصرف تو نخم موليه ولا مولاته الله اعلم يودي صلي على النبي تحب لي لمبه معلم شفتك تقر وحدك يا مدك يا مصدق
هذا صحيح توا شكون عطاهولك وخليك بيها وجيب له فلوس تكلم نجي ندقدق لك فمك. يا ناري على وخيتي، والله ملي ريت وجهك هكا اصفر كليمه وعينيك احمر كالجمره ووجهك ملخلخ وسقيك ترعش عرفت بيك حاجه. باهي يزي برك يزي طيحت لي قويمي وجهي اصفر برشا كالقارصه. اي ما عادش ليما توا يا بنتي، والله ماني مصدقه امان، مش مصدقه اللي صار لي. اين خفت كان يشلط لي وجهي ولا ما نعرفش اش يعمل، وقعت كلوشاره ما تنجم تصور منه اي حاجه. تي برا جيتك في التليفون دفعت بليه بربي. اي انتي اقعد على حافة المادة الدخليشي يا وخيتي، وانا نمشي نشيلك دبو زمان وحاجة حلوة ونجيك خاطر كلي تحلك السكر. الله منك يا وخيتي، انتي هكا قوية انا في بلاستك نهبط على البلاسة. بعد الوصف نتاعك ما هو ما ظهر لي باش نقعد حية، دمرتني زعما طيح الشارجي. يطلب على الخدمة وشوف، ما وين تخدم أختك ولا؟ هي فازي مالك كلام على الخدمة وكهو ما تسلمش فيها، واللي يحب عبد يلوج عليه ويلوج على الحلول. زاد البنات جنرال يحبوا يشوفوا شكون شاد فيهم صحيح وما يسلمش فيهم من أول تكسير. باهي صاحبي مشيت معك، نورمال مو عندي نمر الخدمة. استنى ترى هي فوالا أهو برا كلمهم ويقول لهم يعديوا هالك. ألو وي عسامة، بربي حاجتي بنوازيل حلومة، إي تخدم في ستاف مونتاج في بالي، عندكم حلومة في ستاف فوتوكا هو؟ تي أنا غلطت هذيك هي. وهي بابا ماكش عارف حتى الطفلة شنو هي تخدم. إي فهمتك. إي وقتاش نلقاها؟ لا عندي نمروها ما مسكر، ما نجمش نتحصل عليها. باهي عايشك، هاو نمرويا عندكم، كي تجي قول لها خليل بن مملوك كلمك. اش قالول؟ قال لك يا سيدي في ميسيون خدمة لبرا وتروح مخر. سألتهم وين؟ راك مشيت عرستها في المرواح وما. تيشي يا خويا، أخي باش نحلق معاها هنا. تي هكا وتتجبد علي الطفلة اللي هزت عليها. يا أخي باش تخلي وجهك عندي أنت. في ساعة كانت تجي فازة مزيانة على الأخ. وأنت توا تقول لي بعد ما علقتها ما نجمش تحل فمك وتقول لي اسألها. بالشفاء. إيش فيك؟ زيد بالوجه كان تحب. يزيني يزيني هكا وشت لي أنت ديجا. باهي هيا ما عادش بكري راه. وين هو يا أخي صافي؟ يا هاوكا وين صار سوق الكراهة؟ صار من سوق الكراهة بهذاك شي كبير. يا بنتي اليوم كان ما نروحوش ناقمين على الوضع، يتسمى قانوعين. هيا هيا. وأنا حتى جر التليفون اشتقتو. تعرف صديقي لقيت لك كيفاش تنجم توصلوا لحلومة صاحبي. يكلم صاحبتها واحدة من البنات. ماك تعرف انتي البنات ما يخبيوش على بعض، وتو تعطيك وتنجم تلقاه، وحتى العشاء اللي تعشيت منه البارح. تنفع صاحبي والله تنفع. يا ما انا منين مش نجيب له النمرو يا مهف. استنى استنى عندي نمرو صاحبتها سمر شد عندي. يا هي تعاد استنى ساعة. يا اخي انت من عندك نمرو سمر؟ شنو صاحبي رامي خيوتك في البلايس الكل يا اخي ولا شنو؟ انتي صحابه برا، اما بيناتنا بدات تعجبني وما نحبش نربط روحي معاها هكا هو. كي يخطر لي هاكا نكلمها ولا نخرج مع بعضنا نعملوا قهوة. من غير ما تولي حاجة رسمية يعني. يا اختك مني وكلمها وقول لها حاجتي بحلومة اكيد نجمش تقولي وين نجم نلقاه. بيهي 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 يوسوسوس هاو نقص. الو وي اهلا بيك سمر معايا. ايا بيه خليل معاك عرفتني ما هو. ايوه هذاك هو خطيب حلومة. سمحني كان قلقتك، ما حاجتي بحلومة اكيد وما نجمش نتحصل عليها. بربي عندكش فكرة وين نجم نلقاه؟ اي هي توا في الخدمة، كلم على نمرو الخدمة. علي كلمتها قالوا لي عندها ميسيون برا ولا شنو. بربي عندك شي فكره وين؟ اي في تعرفوا اي في سنتر، اما ما نعرفش وين بالضبط، اما عندي نمرو طفله اللي معاها في الميسيون كانت تحب تاخذه. اي بيان سور بربي كانت تعمل عليهم زي تبعثوا لي في ميساج توا. اهلا صافي انا سمر صاحبت حلومه. سافا عايشك امان حلومه بحذاك تعديها لي عايشك. وي حلومه اسمعني كلمني توا خليل و شوف بالك طلب وانت ما شلقتش. يا بنتي ما طلبش ها ما فيش شيء. شوف غريبة قلت لي سمر باش يكلمني على تليفونك وحشته بيا اكي. وتوا شنو اللي شريان في مكتوب؟ شريان هكا نقولوا شريان هذيك حاجة اسمها ميسنجر. وي الو عسلامة بربي نحب نعمل ريزرفاسيون بوغ دو بيرسون. اي باسم خليل بن مملوك. مرسي سلامة.
and yet so far away. أي لله هاو يطلبه. أوه ترى هيت نشوف. إي والله هو نمروه. بيش نعمل زعمة شو نعمل هس ونقول ليه يا ونعلق ونطفيه. أوه أنت من بكري ما رجت لي قلبي في طلبشي في تكلمشي تستنى فيه بالدقيقة والدرج باش يكلمك باش أنت تجي توا ما تهزش عليها. تيايا هز ولا خلي نعلق. بيهيت ولا لي هز انت الساعة قبل كي قلك بحذيك كله لي اما تو نشوف هيلي ما كملت انت هالفيلم كان ما هو علق مو كله منك كربثتني شو هيا لله هاو عاود. الو عسلمة شكون معاي؟ نتشرفوا. اي مو مسكينة سرقولها تليفونها يا ولدي منعت بجلدها الطفلة هبطت ديخة ما في عينها بلش نذبحك تعلق يا صفي شهد وقرا على روحك الفاتحة. ليه هي في السونتر طوى تخدم ما وقامت عاد ورجعت كيف الحصان يسقك ان شاء الله. اي نفهم فيك ليه ما فهم حتى مشكل نشوفها فين ونعديها لك اقعد معايا ما تعلقش. هاي هنشوف فيها مشنوقة مسيكنا في الخدمة. هاي معاك حلومة خليل خطيبك الحسيب تحت الزيتونة يا صفي. ألو أهلا بيك. أي ليلي سافا الحمد لله تو خير برشا. أي والله إيش بشو قولك تو نشوف. ريزيرفيت صايي بهي مالا لا ما غير ما تجيني أبعث لي الأدريس تو نخلط عليك اسبق أنت غادي. أوكي يلا يا توت شد لله ومرة الجاية تعلم شد لسانك. هذي ميرسي متاعك تفجرتي هاك دبر تفطو. هي فكرتني شنو بش نفطرو احنا وين. اوه مش بش تفطر مع السيد. بش نفطر معك ولا نسوق ولا اللي هو المهم هو خليها كيك راسو راس الطاولة يذوق شوية من اللي ذقتو انا. البنات تنجموا ترتاحوا في السلام تاع العرايس وقبل ما تخرج كل واحدة فيهم اعملوا الشوتينج متاعكم تكخ؟ أي شو حلومة؟ إيش بد الأوراق اللي أعطتهم لنا إيناس؟ فيهم الأسامي اللي بيش تصورهم أنت والأسامي اللي بيش نصورهم أنا. أي وما هو شوية اللي في الصالة تهاو أربعة حكي الكل صار جايبتنا من نخر الدنيا على أربعة ما وسط جمعة نتصور مش كيما الويكند. بيه أنا عندي سونيا وهديل وانتي سلمى وشدلية. واه شدلية هكا اسمها شدلية بنتي متأكدة معو. اي والله شدلية طلع شدلية عجية منوبية هوني تلقى كان البومبوم دونك حتى كي يبدأ اسمها شدلية كي تراها تخمم تسمي بنتك شدلية ويولي تسمع فيه ديانا. انا المظاهر ما تحرك لي حتى شعرة بيهتو انا خليني ركز في الزوز دي تابعيني. اي ركز باش تصوره في التحذيرات وقبل المكياج وبعده. انا والله لفرقت بيناتهم انتي هم لبسينهم فرد روبة وشعرهم بالرولويت والوجه بالفوندوتان كيف باش نعقلهم انا انتي هاي ملمحهم مفسخة وش بيهم عاملي فوندوتان قاعدين. حلومة يا اخي عمرك ما مشيت للسونتر ما يعملوا بوز فوندوتان ويرتاحوا شوي وبعد تدخل بالوحدة باش تمكيش. لي اختي ماني صرت تمرت على السونترويت ولا على الاستقبال ولا مشيت مع العرايس. بعد ما يمكيجو يهبطوا يلبسوا بعد يقدوا شعرهم واخر حاجة نصوروهم احنا. ملا دورة حول العالم يعملوها ما توصل لعروسة الرجلها كان ما يعجنوها عجنتين وعجنة. هيا خلي نسألهم باش نعرف شكون شدية وشكون سعدية. شنو عرايسنا في فورمة ولا تعبين؟ والله أنا اليوم العرس ما نعرفش كيف باش نتصدر من بكري نحل في عينيا بالسيف واحد ما يوصل للعرس كان ما سيء يبيق. والله قلت الحق هاو حمام هاو حنة هاو طية هاو ليلة للبنات برك وليلة للحنة والتبزيلة لولا والتبزيلة ثانية. ربي معاكم والله هذا ريتم يدجب برشا تعب أما بيمون كيما تقول إليسا. هذيك علاش أنا عملت اللازم في اللازم كيما يقولوا قلل ودلل. خير والله ما عملت سهرية واحدة بو نجم تقول عملت ليلة فيها سهرية أنا والبنات صحابي للصباح من غدوة عملت الحمام والعشية كتبت صديقي في قبة النحاس وكلينا فيلا على البحر عملنا فيها شوية كيما لوتية هكيك عفمت عملت زوزة بيدل وجبت كاتشونسار عجة وبرا
وفي الليل كلينا غيستوران منا فيها سهريه صغيرونه. جبت فيولونيست هكا حاجه حبيت لعبي تتعشى على حاجه كالم بعد في الاخر يروحوا فهمت. ليت برك الله عرفت تصرف ما خسرتش الجمله تو محلي ش عندك الليله باش تعاود ليه عاد اليوم المرويح جست عندي شوتينغ انا والمسيو ومن بعد ريسبسيون في اوتيل. اي ليه الحق ما قصرتش وما كلفتش روحك بالكل حاجه في المتناول. انا مين سي علي؟ شي كبير شكون يعرسوا هذوما سي علي؟ ملويني شد ليا ما تكون كلي ساكتة مسكينة ملقت ما تقول. انا راني عملت حاجة خفيفة ديجا هذي اول ليلة واخر ليلة. ملا انت شد ليا كيف عرفت؟ ليه عندي في الورقة كل واحد يعمل حاجة اللي يقدر عليها الفايدة خديت انسان اللي تحبه ويسعدك ويهنيك. اي والله وين نزلت في العرس الاول بيلت. مطلقة انت؟ ليه اللطف امين عائلت راجلي في فرنسا دونك عملنا عرس غاديك وعندي عائلتي في تونس جيوني هما الغادي وروحنا باش نعملوا عرس اخر تونسي. ايه علاش لي الدنيا ميخدت خاطر مالا هذي شد ليا. قلت لك شي أمانة 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 ما سمعوا كلامه زادوا مالوا قل لي شنفع يبنى دماغي رفعاله أمانة. زعما شو عملتك حلومة؟ يا ربي إن شاء الله كي تقابلوا ما يغمهش كالعادة بكلمتين وترجع حليمة. كل عادة حلومة العادتها المغبونة. أما ليلي نتصور باش تعطيه على راسه المرة هي إن شاء الله هو يطلع قالها نتقابله مش حكي فيك حكيته الأخرين وبرا. حلومة حلومة هاو يطلب. تهزش ما تهزش خلي مرة اثنين كيطلب في الثالث مرة هز وقل له راي ليا برشا ومش باش نجم تجي كان مع الأربعة قتلك كانت نجم استنى سينو ميسيرش مشى على روحه وكان قال لي نستنى. وقتها يحلى الجو وكي تجي الأربعة نكلموه كان يحب في عوض فطوري ولا عشي ويستنى مستنياك يا روحي بشو كل العشاء. بهيد عشكي بيش قول لأقلك ميسيرش نستنىك وكان تحب نجي نهزها نجي. باهي باهي اوكي مال هاو باش نعمل دورة ونرجع في نفس الريستو. لا ما نبعدش برشا. يا ولدي ما تقومش من بلاستك وكي جي ما تلقاكش وتقعد تستنى فيك. باهي عندك الحق هاني شد بلاستي هوني اتنهبت قهوة نطير بها الجوع شوية على الأقل. أي للا هكا عملت اللي في بالك انا نتصور هكا يزي انا ما نعرفش صاير بيناتكم اما نتصور يزي. ابدا قلبي مزل ما بردش. يا بنتي هني على روحك راك هكا باش تهرب الطفل في لما انا صيي هزيت منه يدي. وه 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 تشوف عرايس كيفاش شيخين وانتي ناويه تفسد على روحك في عوض ما تكبش بيديك وساقيك ماشي في بالك سهله وحده تلبس روبة بيضة مو كان ما القلب يكحال من الدمار اما في الاخر كي ترقد له حلفه تنال ويسميوها حلي. ليه عروسه. صحة يا عروسة تهبل ما شاء الله ايه تجين صورك يعيشك اما ماك صورتني يخنسيتني يزي صورتك ايه بيه صحة ملويني الاخرى صحة يا عروسة محليك ومحلى زينك ايه ايجا صورك ايه انا صورتني صاحبتك مش انتي كنت معها وقلت لي وقتها فوتوجينيك بالعمل ولا تحب تعاود توا. ليه من دي مصورتك صفة ايه صحة يا رب بيدخت امان ما عادش فير زي هذي شكون وهذي شكون يا ربي نحب نروح ولا نعرس حاجة منهم المهم نرتاح. ليه عاد برشي هك شي نقعدش هنا نهار كامل مقيل هوني وي بون مش باش تنجم تجي جملة بي انا اسمع انا الرستو هذا خرج من خشمي وهما قريب يطردوني اتو نبدل رستو حلو كلاس اتو نعمل ريزرفاسيون تعديلها ونهسا. اي هي توا كملت هاي معاك اهلا ما
ونجيش نطول معاك راه في التليفون، انا مروحه توا، خلي مره اخرى تتعدي لي. باهي باهي اوكي، هاني نستنى فيك. اي الحمد لله عليك يا للا، كي توضعت وبشترى. قلت له ايجا امام الست، ما قلتش اي بشرى. لا نشهد لك. وي لوطا سايي اوكي ياي بي، هاني هابط. يا ربي يا ربي نهبط ولا كنا شنو نعمل زعما؟ نقصها كل شيء يوفى، كل ما نهبط شنو باش نقول؟ كنا نبعث له ميساج ونقول له شفت مخيبه كي تجي ولا عبدو مش حاس بيك. لي 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 هذا كل قلته ما نفع شيء، لازم نقرر يا ربي، لازم نقرر، لازم نكمل الاخر ونرجع سيليباتير. سيليباتير نرجع كيما كنت. وي محسوب انا شنو ربحت منه بربي؟ كان العصب والدموع. ايك هاو هاو حلو، اهبط وخليه يخرجوا من حياتك. ويش تحب ايناس؟ وي نسمع فيك تكلم. بالله باهي باهي هاني جاي. اي اي توت سويت. ايا هو وا يا اخي بدل الكهرباء. لي لي مش خليل هذا. اهلا حلومه صافا، شنيا توا كملتو؟ هيطلع اطلع نوصلكم مدام ربي جابني لي كاتلة وجابني لكم بيان سور. كان صافي معك معاها معاها دالي. فوالا وهكا ترجع حلومة القديمة، حلومة سليبات اخ. واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة. لا لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش على اللي يقول لي كلمة جد.